السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وتوكة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض التوكة الجميلة دي، شايفين بسيطة وسهلة، وهي كمان توكة وفيونكة في نفس الوقت، نقدر نزين بيها الشغل بتاعنا بتاع الكروشيه. ودي التوكة رقم كام؟ قولولي دي التوكة رقم كام لو انتم متابعين، وانا هقول لكم التوكة رقم كام في صندوق الوصف، وهنزل لكم كل التوك اللي احنا عاملينها. ويلا بينا نبدأ نشوف هنعمل التوكة دي ازاي. هنحتاج مع بعض اي خيط يكون متوفر عندك، ان احنا بنعمل التوك دي ببقايا الخيوط، وهنحتاج مقص وابرة تنظيف، ابرة كروشيه مناسبة للشغل اللي انت الخيط اللي انت شغالة بيه، وابرة تنظيف عشان ننظف الخيوط بعد ما نخلص، واستك طبعا عشان لو انت هتعمليها استك او هتحطيها على طوق طبعا اللي انت عايزاه. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل التوكة دي ازاي. يلا بينا. هعمل عقدة بداية، هشتغل بعد كده سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر 18 19 وهزود غرزة بقوا 20. هاجي بعد كده اسيب اول غرزة، بدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها هدخل واعمل غرزة حشو، وهكمل السطر غرز حشو لغاية الاخر، هيبقى معايا 19 غرزة. هكمل السطر وارجع لكم تاني. كده بقى معايا 19 غرزة حشو. هرتفع سلسلة عشان تبقى أول غرزة معايا في السطر، دايما أول السطر اللي هو ده بعمل غرزة حشو، بعد كده بلف كأني هعمل غرزة عمود، بلف لفة كده وبدخل في الغرزة اللي بعدها وابتدي أشتغل غرزة كلاستر أو غرزة اسمها فشارة أو حمصة حسب ما تسموها، قولولي في التعليقات بتسموها ايه. بطلع من حلقتين بس وبسيب حلقة عندي على الإبرة، بلف وبدخل تاني في نفس المكان، واطلع من حلقتين بس وادخل تاني على الإبرة، وارجع واعمل اخد حلقتين واخلي كده بقى معايا اربع حلقات، بلف وبدخل اعمل غرزة تانية، كده بقى معايا خمس حلقات على الإبرة. هلف واسحب من الإبرة من الخيول الحلقات كلها، هعمل غرزة سلسلة. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو، وكده اتكونت عندي غرزة الحمصاية او الفشارة حسب ما انتوا تسموها. بعد كده بدخل في الغرزة اللي بعدها وهبتدي اشتغل برضو، ادي اول غرزة مش كاملة، غرزة عمود مش كاملة، تاني غرزة باخد حلقتين بس، تالت غرزة باخد حلقتين بس، رابع غرزة باخد حلقتين بس. طبعا لو انت عايزة تخليها يعني بارزة عن كده شوية، ممكن تزودي عدد الغرز اللي انت بتدخلي فيها في نفس الغرزة. انا بدخل اربع مرات بس وبيبقى معايا خمس حلقات على الابرة، برجع باخد ادخل من كل الحلقات وبعمل سلسلة، والغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هكرر اللي انا عملته مرة تانية حسب برضو الخيط اللي معاكي، لو خيط ارفع من كده زودي عدد الغرز اللي احنا بندخل ونطلع منها ديت. ادي كده تاني غرزة، تالت غرزة، رابع غرزة، بطلع من حلقتين وبعد كده بيبقى معايا خمس حلقات، بطلع منهم كلهم بعمل سلسلة وبدخل على الغرزة اللي بعدها على طول واشتغل غرزة حشو. هاجي بعد كده على اللي بعدها وهشتغل بنفس الطريقة، ادي اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، رابع غرزة، وهطلع منهم كلهم واعمل غرزة سلسلة. كده بقى معايا اربع غرز اللي هم غرزة الفشارة او البونبوني او اي زي ما تسموها، الغرزة دي بقى معايا اربعة. تمام. هاجي بعد كده على التلات غرز اللي بعد كده، ادي اول غرزة بعمل فيها غرزة حشو، تاني غرزة بعمل غرزة حشو، تالت غرزة بعمل غرزة حشو. انا كده عملت تلاتة حشو، وهنا في اربع بونبونات.
هكرر هنا اتبقى عندي 8 غرز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. التمانية دول هشتغل عليهم بنفس الطريقة دي. اول غرزة هعمل غرزة فشارة، هطلع من حلقتين نفس الطريقة، هكرر بقى الجنب ده زي الجنب التاني بالظبط، وارجع لكم نشوف هنعمل السطر التاني ازاي. اشتغلت كده الاربع وحدات اهم، وهاجي عندي اخر غرزة عندي في السطر هتبقى غرزة حشو. زي ما بدينا هناك بغرزة حشو، هنا بننهي برضو بغرزة حشو. يبقى كده بقى عندنا اربع غرز من المنتفخة دي او الفشارة، وهنا اربعة وبينهم غرز ثلاث غرز حشو. السطر اللي بعد كده انا هنا في اخر غرزة هي عملتها غرزة الحشو، هشتغل سلسلة وهلف الشغل. انا عندي هنا اول غرزة غرزة حشو، وبعد كده غرزة الفشارة دي عليها غرزة فهعمل غرزة حشو. هشتغل فوق كل غرزة غرزة، ادي 2 ما ننساش غرزة الحشو، 3 4 اللي هي غرزة المنتفخة دي، بعدها غرزة الحشو، ادي 5، بعد كده الغرزة المنتفخة ادي 6، بعد كده غرزة الحشو ادي 7، بعد كده غرزة المنتفخة، شايفين احنا هنا اهو تمام. بعد كده بدخل في الثلاث غرز، ادي اول غرزة، لحظة، ادي اول غرزة عندي بعمل غرزة حشو، 2 3، وهكمل برضو الثمان غرز هعمل عليهم 8 غرز حشو بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم تاني. كده كملت السطر حشو، بقى معايا 19 غرزة. هشتغل سلسلة وألف الشغل. أول غرزة هعمل فيها غرزة حشو، وهبتدي أكرر بنفس الطريقة اللي عملتها في السطر اللي فات، اللي هو بدخل كده، بدخل في الغرزة، بعمل أدخل أطلع من حلقتين، بعدين حلقتين، 2 3 4، وهسحب منهم كلهم وأعمل غرزة سلسلة، والغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها بدخل اعمل غرزة منتفخة تمام. هكمل سطر الغرزة دي وسطر غرزة حشو، سطر الغرزة دي وغرزة الحشو، لغاية ما اعمل العرض اللي انا عايزاه. ممكن تستفيدي من الغرزة دي انك تعملي بيها شغل كتير جدا، تعملي بيها بلوزة، تعملي بيها مفرش، يعني شكلها جميل وتنفع في حاجات كتير. هكمل ونرجع نكمل التوكة بتاعتنا. كده خلصت العرض اللي انا عايزاه، عملت سطر 2 3 4 5، وده حسب الخيط اللي انت شغاله بيه. لو انت شغاله بخيط اضخم من كده هيديكي مساحه، يعني عرض اكبر من كده. لو انت شغاله بحاجه ارفع من كده هيديكي مساحه اقل من كده. اخر غرزه بتعمليها غرزه سلسله كده، وبتشدي الشغل، وبتجيبي ابره تنظيف بالشكل ده، ونبتدي ندخل الخيوط، ننضف الخيوط ديت، وارجع لكم نكمل مع بعض تاني. نظفت الخيط بالشكل ده، مش باين اهو من الخلف، لان طبعا التوكه بتبقى باينه من الخلف ومن الامام. بعد كده انا هحطها على التوكه الاستك دي، ممكن تحطيها على طوق، ممكن تحطيها على تزيين شنطه، لان هي بتبقى في يونكه بتزيني بيها الشغل بتاع الكروشيه، ليها استخدامات كتير. بس احنا النهارده هنعملها توكه عشان نكمل مجموعه التوك اللي احنا عاملينها على القناه. اول حاجه بجيب يعني باخد من الخيط اللي انا شغاله بيه كره صغننه كده عشان اعرف اشتغل، وبجيب الخيط ده التوكة بخليها في الخلف كده تمام، بنجمع عليها الخيط بالشكل ده كده اهو خلاص. وهنبتدي ناخد طرف الخيط ونلف وندخل من جوه التوكة، خلي شوية كده في الخيط ده، وبنلف ندخل جوه الخيط كده، الابره اهو شايفين، بنشد بقى جامد وبندخل جوه الاستك، وبنلف ندخل جوه الاستك بالشكل ده شايفين. انا شغاله على التلات غرز اللي هما التلات غرز الحشو اللي احنا عملناهم، والكره الصغننه دي عشان ندخل جوه الاستك، ونلف بالشكل ده اهو، بنقعد نلف لغايه ما ندي شكل حلو كده من فوق، من هنا كده شايفين اهو، بلف كده
واحنا بنلف كده مع بعض نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد. وقولولي ايه رأيكم في التوك ديت، وان احنا مكملين مجموعة توك تانية ولا كفاية كده؟ مهم جدا تقولولي في التعليقات، انا التعليقات بتاعتكم بتسعدني جدا والله، وببقى متحمسة جدا ان انا اشوف لكم افكار جديدة وحاجات جديدة. شايفين اهي بقى شكلها عامل كده. خلاص بلف بقى من الخلف كده واروح جاية على اللي هي الطرف الصغير اللي انا سبته هنا ده، وهبتدي اعمل عقدة كده مع بعض في الخلف برضو. شايفين؟ وبشد هقطع دي عشان اعرف اشتغل، عشان ما تبقاش طويلة وتضايقني بالشكل ده كده. انا يعني بتربطيها كذا ربطة يعني. وكده الموديل بتاعنا خلص النهاردة، يا رب يكون عجبكم. مستنية تعليقاتكم وتطبيقاتكم للتوكة الجميلة دي. وهي كده تبقى خلصت معانا التوكة النهاردة، شكلها جميل وحلو زي ما قلتلكم. ممكن تعملي توكة، ممكن تعمليها تزيين لأي شغل كروشيه انتي عاملاه. كانت معاكم رضا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.